ورجعنا لحضراتكم عشان نروح بقى الأخبار محترفين. واحد من أبرز المحترفين اللي يعني أنا شايف إن هو من المحترفين الأقوياء جدا طبعا تريزيجيه، واحد من أبناء النادي الأهلي كمان، الصحافة التركية بتتكلم عليه إن هو لن يرحل عن طرابزون التركي. كشفت تقارير صحفية تركية النهاردة إن نادي طرابزون التركي قرر استمرار المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه في صفوف الفريق. طبعا حسب التقرير الصحفي في تركيا ان المدير الفني لفريق طرابزون ابلغ الاداره بضروره استمرار تريزيجيه مع الفريق الموسم المقبل. واضاف طبعا الصحف التركيه بيتكلم عن تريزيجيه بشكل قوي جدا، ان طرابزون عايزه وبتاع، وان اداره طرابزون قررت الابقاء على تريزيجيه رغم اهتمام بعض الانديه في الدوري السعودي بالتعاقد مع صاحب ال 28 عام في الصيف الجاري. ونقل التقرير الصحافه التركيه في الفتره الماضيه ان تريزيجيه ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف اتحاد جده واهلي جده السعودي، وشارك الدوري المصري في الموسم الحالي مع طرابزون في 41 مباراة، سجل خلالهم 13 هدف وصنع 10 أهداف بجميع المباريات. أرقامه حلوة قوي صراحة، يعني سواء البطولات المحلية أو الأوروبية، يعني أرقام هايلة بصراحة. حسب معلوماتي كمان إن تريزيجيه عنده عروض كتيرة مش بس من السعودية، لا ده في عروض أوروبية كمان، وعنده فرصة كبيرة يقدر يفكر فيها غير البقاء في طرابزون سبورت. تريزيجيه من اللعيبة على فكرة اللي شعبيتها كبيرة جدا في كل الأندية اللي لعبت لها، لانه بيقدم موسم قوي، والمواسم اللي قضاها في كل الانديه مواسم قويه جدا في كل حته لعب فيها. فالحقيقه يعني ان هو نتمنى له التوفيق كابن من ابناء النادي الاهلي. لما اسم تريزيجيه طرح في السعوديه مع الاسماء الكبيره اللي جايه من اوروبا دي، ده مش حاجه عاديه بالمناسبه. يعني تريزيجيه والمحترفين بتوعنا بشكل قوي جدا، والتريزيجيه في الماتش اللي فات كمان في منتخب هو اللي سجل الهدف وهو اللي صنع هدف، ودي دور في كل على فكره الماتشات اللي شارك فيها مع منتخب مصر بالمناسبه، من المؤثرين جدا في منتخب مصر وفي الانديه اللي بيلعب بيها كلها. تريزيجيه كمان بالمناسبه لو جينا نشوف احصائياته في كل الانديه اللي لعب فيها هتلاقي ارقام كويسه قوي، مش بس في طرابزون، لا ده هو في بلجيكا وفي استون فيلا. خلي بالك هو كان مش محظوظ، ده قعد استون فيلا في البريمير ليج، عمل ماتش ضد ليفربول قوي جدا ووصلهم لنهائي الكاس، عمل ماتش ضد ارسنال قوي جدا ومسجل في فرق كبيره جدا في الدوري الانجليزي. هو ما كانش محظوظ باصابته بالصليبي للاسف، لكنه احد النجوم اللي كان ممكن يستمر لولا اصابه الرباط الصليبي في فريق زي استون فيلا، ده قعدهم في الدوري الممتاز. يعني هو ما كانش محظوظ معاهم في الاصابه، لكنه اضافه وبصمه ما ينساهاش جمهور استون فيلا. تريزيجيه من الناس كمان اللي شخص هادي يحبوا اي مدرب، ملوش مشاكل، ملوش انفعالات حتى في الملعب، راجل بيلعب كوره بس، وعنده كاركتر كده اللي هو ايه، انا راجل جاي هنا العب كوره، مش بتاع شو، مش بتاع استعراض، مش بتاع الكلام ده، انا استعراضي في الملعب. وده نوعيه اللعيبه اللي الجمهور بتحترمها وبتقدرها دايما يعني. فبالتالي لا، تريزيجيه في اي بلد هيروحها او في اي مكان هو اضافه قويه. لما السعوديه تفكر فيه في وسط المحترفين الاوروبيين الكتير دول، لا يبقى انت راجل اي مدرب بيفهم، يعني عارف ان انت ليك دور كبير وليك بصمه كبيره جدا، ومش مجرد اسم وجاي، لا ده انت راجل جاي تلعب كويس تضيف للفرقه كمان. فبالتالي تريزيجيه من المحترفين اللي الحقيقه يعني الواحد يتشرف بيهم، وهو احد ابناء النادي الاهلي. فبالتالي احنا فخورين بتريزيجيه ونتمنى له كل التوفيق في المرحله اللي جايه، سواء مع طرابزون او راح اي حته في اوروبا او في الدوري السعودي، نتمنى له التوفيق طبعا. يعني نرجع لماتش